خيانة في مأرب وسقوط جبهتي الكسار ومجحة ومسؤول في الجيش الوطني يسمي الخونة. تفاصيل عاجلة. كشف مسؤول في الجيش الوطني عن تخاذل وخيانة بعض من القيادات العسكرية المحسوبة على النظام السابق في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب والتي أدت إلى اختراقات واسعة للحوثيين. وحمل المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي قادة ألوية وقيادات عسكرية في الجيش الوطني مسؤولية ما وصفه بالخذلان والسقوط في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب شرق اليمن. القرشي قال في تغريدة على حسابها أن عددا من قادة الألوية والوحدات الأمنية ومدراء العموم وقيادات في المقاومة الشعبية تحولوا إلى قادة مجاميع في جبهة الكسارة ومجحة بحثا عن الصرفة اليومية. واتهم المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي في تغريدة بموقع تويتر تلك القيادات بالوقوف خلف الخذلان والسقوط الذي حصل الأشهر الماضية في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، مؤكدا أن القيادات العسكرية الذين تحولوا إلى قادة مجاميع في جبهتي الكسارة ومجحة بحثا عن الصرفة اليومية لن يستعيدوا محافظتنا ولن ينصروا وطننا، بل هم السبب الرئيسي في الخذلان والسقوط الذي حصل. وطالب المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي في ختام تغريدته بإجراء عاجل بحق هذه القيادات قائلا: يجب أن يعزل اليوم قبل غد، كفى مجاملة على دماء الشهداء وأنين الجرحى.